مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الصناعة في العراق. قيدت قرارات بول بريمر الحاكم المدني السابق للعراق القطاع الخاص ومنعته من تصدير منتجاته والمواد الخام، وما تزال هذه القرارات نافذة المفعول حتى يومنا هذا. ولذا فإن سلطة الائتلاف في حينها كانت مسؤولة عن جزء كبير من الفساد المالي والإداري الذي ضرب البلاد فيما بعد. قرار سلطة الائتلاف الموحد الصادر عام 2003 والخاص بمنع تصدير السلع ليس فقط الزراعية منها، لا يزال ساري المفعول حتى الآن، وذلك كان نتيجة مخاوف لم تعد موجودة حاليا، خاصة وإن دولا خليجية عدة طالبت استيراد الحصى والإسمنت من العراق، لكن قرار بريمر بمنع ذلك ما زال يعوق التصدير. المطلعون يؤكدون أن جهات خفية تعمل على استمرار مفعول قرارات بريمر ومنع العراق من التصدير للقضاء على صناعته المحلية، ما يجعل البلاد سوقا لمنتجات الدول الأخرى. على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ إنتاج العراق من الإسمنت لعام 2015 20 مليون طن، في حين تبلغ حاجة البلاد الفعلية إلى 17 مليون طن فقط، وكان بالإمكان تصدير الفائض، لكن قرار بريمر أعاق ذلك. تشكل الصناعة في العراق حوالي 14% من حجم الدخل القومي، وتعد من الأفضل بالمقارنة مع دول الجوار. ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم دخلت العراق بضائع من شتى دول العالم وبمواصفات رديئة، بحسب ما يؤكد المختصون والمعنيون في القطاع الصناعي الذين بيّنوا أن بعض الدول باتت تصدر للأسواق المحلية سلعا وبضائع مغشوشة. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن العراق يستورد سنويا منتجات بأكثر من 11 مليار دولار بسبب توقف صناعته الوطنية، وكان يمكن في حال تفعيل الصناعة المحلية أن ينخفض هذا الرقم إلى أقل من 4 مليارات دولار. وبحسب المسؤولين العراقيين في هذا القطاع، فإن ضغوطا سياسية وفسادا ماليا بين مسؤولين حكوميين وتجار من دول الجوار يعطلان إعادة تأهيل تلك المصانع، والتي بسببها ما زال العراق يستورد حاجته بنسبة 100%. وأشاروا إلى أن أغلب المنتجات المستوردة تأتي من إيران وتركيا والصين والكويت. العراق استورد عام 2014 لحوما مجمدة وألبانا بقيمة تقارب نصف مليار دولار من دول عدة، أبرزها البرازيل والهند وإيران والسعودية، على الرغم من امتلاكه ثروة حيوانية كبيرة جدا ومعامل لإنتاج الألبان. فيما يؤكد الخبراء بأن الصناعة العراقية تتعرض لضغوط دولية تعيقها عن التقدم والإنتاج، ما جعل البلد التابعا لبعض الدول، خاصة وإن معامل الألبان على سبيل المثال قد توقفت عن الإنتاج بسبب إغراق السوق المحلية بالمستورد. وأشاروا إلى أن المنتج العراقي أصبح ضحية للصراعات السياسية والفساد المالي.